السلام عليكم. حنا كنتواجدوا في السوق ديال الحولي. حاليا الاثمنه غاليه شيئا ما، ونورمالمون خصهم ينقصوا لنا شويه، لان الله يكون في العون راه كاين الناس راه تقريبا نصف 50% اللي ما تعيطش بسبب هذا الغلاء اللي كاين في السوق حاليا. ايوا نطلبوا من الله تيسير الجميع. كيقول لك اسيدي بعد حوالي مثلا ديال 2000 درهم العام اللي فات كيدير بيان سير. انا قلت هذا بعد الناس كانوا معايا الحاولي شريته انا العام اللي فات والعوام اللي دازوا كامل ب 2500 2600 درهم، حاليا 5500. بزاف هذا الشيء، هذا خصهم ينظروا للمواطنين، هذا الشيء اللي كاين. حنا في سيدي دريس اثمنا شويه خيالي على العام اللي جاز، فهمتي؟ الحولي زعما راه 2500 درهم على حساب 4000 درهم راه بزاف، فهمتي؟ الدرويش مزيان الانسان راه مزيان كيتعامل وكيدراتي على حسب الدرويش وكل شيء ان شاء الله، فهمتي؟ والحياه هيدا هي الانسان دابا شنو كتبر دابا الحولي ديال 200 250 200 راه 4000 4500 درهم، والواحد كل واحد كيدي الجهد ديالو، فهمتي؟ حسب الحمد لله كل شيء عايش ان شاء الله وكل شيء عايش، على حسب كل واحد كيدي البركه ديالو، فهمت؟ اللي مقدر له اللي مكتسب له راه كيدي الرزياق ديالو، وهادي اللي هي على حسب كنشوفوا شويه الزياده هاد العام هذا راه قليله، واحد 1200 درهم تقريبا ولا اللي تهضر مع دابا مع الفلاح ولا كيقول لك على حسب العلف راه زايد وكيتخبوا في العلف، فهمت؟ ما يكون على الخير ان شاء الله، كل شيء بجهد الله وهذه تشد الله سبحانه وتعالى باش تكملوا السنه، فهمتي؟ والله يجيبك فيها التيسير، والله يجيب فيها التيسير، والحمد لله على كل حال، فهمتي؟